دخلتي اليوم تيا؟ أكثر من 14,000 امرأة تشخص حاملة لسرطان الثدي سنوياً بالجزائر، رقم يرتفع من سنة لأخرى، ومع تطور المرض تطورت التقنيات لمواجهته. تقنية التوموثيرابي المتواجدة بمركز سيدي عبد الله لمكافحة السرطان الأولى إفريقياً، من أحدث أنظمة العلاج بالإشعاع، تعمل على تحديد مناطق الورم السرطاني للعلاج الإشعاعي دون المساس بالخلايا السليمة. التوموثيرابي هي ان اكسيليراتور كي تورن اوتور دو باسيون. دونك لو باسيون الي الونجي في لا تابل اي ليراديياسيون سي في اون هيليكويدال بارابور او باسيون. علاج سرطان الثدي بتقنية التوموثيرابي يسمح للمريضة بتلقي العلاج الإشعاعي المستهدف، ويسمح للطبيب بتحديد مناطق الورم وبرمجة الآلة. بلا توموثيرابي نقدر يكون عندنا دقة أفضل، وتكون عندنا لا فيريفيكاسيون افون شاك سيونس افيك ان سكانر اللي جاي داخل مدمج مع آلة العلاج، باش نشوفوا بلي الأشعة رايحين وين رانا حابين. وهذه الدقة تسمح لنا باش نقصوا الأعراض الجانبية سيرتو فيما يخص القلب والرئتين. الدقة في تحديد مناطق العلاج ليست الفائدة الوحيدة، فتعريف المرضى بهذه التقنية له تأثير فعال على نفسيتهم. بفضل هذه التقنية لما نقصوا عدد حصص العلاج هنايا راح تكون راحة نفسية بالنسبة للمريضة وبالنسبة للمرافقين اللي يكونوا معها، خاصة لما المريضة تكون مرتاحة نفسيا داخل غرفة العلاج، خاصة لما تعرف أنه هناك خاصية السكانير، ويعني تكون تعرف كامل الخصائص تاع تقنية العلاج بالتوموثيرابي. هنا المريضة تكون مرتاحة نفسيا لأنه تقول لك باللي كاين أعراض جانبية أقل، ورانا يعني نقوموا بحماية الأعضاء المجاورة للعضو اللي رانا نقوموا فيه بالعلاج. نفس الحجم من الأشعة يستهدف الخلايا بطريقة أكثر دقة، هو ما توفره هذه التقنية الحديثة والتي تجنب المريض العديد من المضاعفات الصحية بتقليل عدد الحصص.